يعني بلاجنز يا عم ابراهيم يعني حاجه كده كوبري بينك وبين حاجه انت عايز تعملها يعني مثلا انت لو عايز تشغل سيرفر اي بي تي في على الرسيفر العادي مش بتخش على الاكس تريم او تروح تشتري كود خاص بسيرفر ايقونه موجوده عندك على الرسيفر ده الرسيفر العادي طب مين اللي ضاف الاكس تريم ومين اللي ضاف الايقونه دي أقول لك المبرمج بتاع المصنع المستورد بيطلب منه يقول له والله احنا عايزين نضيف ايكونه سيرفر اكس عشان احط الاكواد عليها والناس تشترك عليها او عايزين نعمل ايكونه الاكس تريم عشان الناس تقدر تضيف سيرفرات الاي بي تي في اللي هي مشتركه فيها دي الأنظمة مغلقة المصدر، يعني المصنع المبرمج بتاع المصنع هو اللي معاه السورس كود بس، هو اللي يستطيع التعديل، لذلك أي حد في العالم يطلب منه المستورد يطلب من المصنع فالمصنع يطلب من المبرمج فالمبرمج يعدل فالمصنع يبعت للإيه؟ للمستورد. لأ، هنا أنت في نظام الإنجما لا تنتظر أساساً المصنع، المصنع بيصنع لك الهاردوير وبيدعم الصورة الرسمية الخاصة بيه اللي هي اسمها البلاك هول، أنت مش محتاج الكلام ده، المصنع ينزل سوفت ما ينزلش، عنه ما مش فارقه معاك، انت يفرق معاك ايه؟ تخش بقى على الصوره دي تلاقي اصحابها بيحدثوها المبرمجين اللي شغالين عليها بيحدثوها، تخش على الصوره الثانيه بتاعت البي ال اي تلاقي بتتحدث، تخش على صوره الفي تي اي وغيرها من الصور الكثيره والسوفتات الكثيره اللي بامكانك انك تحدثها بمنتهى السهوله والبساطه. فهنا بقى معلم انت عايز تشغل اي بي تي في لازم تنزل بلاجن الاكس 3 عشان تشغل انت عايز تشغل سيسكام وميجا كام لازم تنزل بلاجن الميجا كام والسيس كام اضافه بسيطه بتضيفها بالفلاشه كده تركب الفلاش على البلاجن وتسطبه عملية في منتهى السهولة وساعات برضو يا صديقي مش ساعات في الرسيفرات العادية يقول لك الرسيفر ده في السيس كام حلو والريسيفر ده وحش في السيس كام ده بيرجع للبروتوكول نفسه فيه مشكله البروتوكول المبرمج بتاع المصنع برمجه في مشكله هنا في الإنجمة عندك اكتر من بلاجن للسيس كام والاي بي تي في مش عاجبك البلاجن ده خش نزل بلاجن تاني وشغل بيه نزل بلاجن رابع وشغل بيه فانت امامك خيارات متنوعه حتى تصل في النهايه الى البلاجن اللي داخل كيفك وشغال معاك مية 100 العمليه هنا متنوعه وبلا حدود فاذا نظرنا هنا على البلاجينات ستجد هنا بلاجن الجوجل كروم ده المتصفح بتاع جوجل كروم العادي نقدر نضغط على الزرار الاخضر في الريموت يجيب لنا المتصفح بتاع جوجل كروم طبعا انا مش رابط على الانترنت فبامكانك طبعا انك تخش على اي من المواقع يعني ده التصفح للي حابب هنا بلاجن من البلاجينات اللي بتعتبر بلاجن الجوكر على راي الاستاذ المهندس محمد الديب الاي 2 اي بلاير ده الجوكر زي ما بقول لك بيشغل لك ملفات بقى الام 3 وملفات ال 4 كي وملفات الفيديوهات وامتدادات الصور الجوكر بتاع الجهاز زي ما بيسموه وبرضه بتشاهد بيها على المواقع بيساعدك في البلاجينات البلاجينات اللي بتشغل علىها افلام ومسلسلات ترجمه كل حاجة مرتبطة بهذا المشغل او البلاجن هذا ستجد ايضا بلاجنات كثيرة زي الفايل ده تصفح بيها وزي الميديا سكانر يا صديقي هذه البلاجينات الرسمية اللي نازلة مع النسخة هناك مئات البلاجينات اللي بإمكانك أن تنزلها بفلاش خارجي وتضعها على الجهاز فنجد هنا الميديا سكانر ايه الميديا سكانر ده يا عم ابراهيم دي من خلالها تقدر تتصفح الفلاش الخاص بيك انا دخلت على الفلاش اهوت انا منزل بلاجينين بس بلاجن استاد فينوس وده بلاجن ممتاز جدا عليه شويه حاجات هنتفرج عليها بعد شويه وبلاجن الترجمه وفي بلاجينات ثانيه هحاول انزلها في شروحات قادمه لاني للاسف كل بلاجن يحتاج شرح منفصل احنا هنا نشرح الساد فينوس وهنمر مرور الكرام على الترجمة لانها تحتاج فيديو منفصل ايضا الترجمة الاحترافية في اجهزة الانيجما فاذا ايضا وجدنا هنا البيكيتشر بلاير ده تشغل منه الصور وهنا الساد فينوس اهوت والبلاجن الترجمة اللي انا سطبته وهنا اليوتيوب سيتنج لو ذهبنا الى سيت اب سيت اب ديت مهمة جدا يا عزيزي هنخش الى فيديو ومن فيديو بيزك هتقدر يا صديقي تشوف اعدادات الاتش دي ام اي والصوره عندك ايه اخبارها هنا بقول لك عايز الريزيوشن يجي تلقائي الجهاز يحدده تلقائي ولا عايزه تخفيه انت اللي تعمله يدوي هنا انا حاططها على 2160 30 وهنا الفريش ريت عامله اوتو ممكن اقول له مالتي اقول له 25 30 اقول له اوتو خليها اوتو عشان هو يجيبها زي ما زي ما الشاشه بتاعتك بتتقبل بالظبط وهنا يا ساده هتجد هنا نقطه مهمه جدا اللي هي الدايناميك رينج بيدعم دايناميك رينج 8 و10 و12 وتقدر تسيبها على اوتو عشان يظبطها لك على الشاشه بتاعتك اللي هي عمق الالوان اللي اصبحت متاحه في اغلب الشاشات العملاقه الان اللي هو الدايناميك رينج لو دخلنا الى -like الايقونه الثانيه هذه تستطيع من خلالها يا صديقي تجد اشياء كثيره من هنا الوضوح والسطوع انك آه إن الكونتراست <تغلط> الهيوش الستوريشن <تغلط> الكونتراست الهيوج اللي من هنا تقدر تغير الجوده، الجماعه اللي هم بيفهموا في الفيديوهات والفوتوشوب عارفين الاعدادات دي كويس جدا، دي بقى لو انت عايز تعمل جوده الوان على كيفك كده. الاعدادات دي مش موجوده بالعمق ده في الشاشه بتاعتك، هنا هيعملها لك. فهنا تقدر بقى تلعب في الالوان وتخليها مثلا انت بتحب الالوان اللي هي غامقه سنه، فاتحه سنه، على حسب النظر عندك او على حسب انت متعود على ايه، او انت مثلا بتحب ان الالوان يكون طاغي عليها اللون الاحمر شويه يكون طاغي عليها اللون الازرق شوية زي حالاتي فانت كل حاجة بتحبها يا صديقي تقدر تعملها من هنا من اعدادات متقدمة بشكل كبير التست سكرين دي يا معلم تقدر تعمل تست للشاشة بتاعتك هو بيعمل مسح للشاشة يعرف ايه الجودة اللي إيه, ايه ايه الاعدادات الصورة اللي تمشي معاها فنقدر نضغط هنا زيها زي كروت الشاشة عارف كارت الشاشة بتاع انفيديا بيعمل الحركة دي تقدر تضغط هنا تخليك وراه وبيجيب لك كل الالوان وبيسنترها لك في المكان الصح يقول لك ان الشاشه بتاعتك هي دي الابعاد بتاعتها وفي النهايه بيعمل تيست بيكسلات للتيست ويقدر يرجع تاني يعمل لك كل اللي انت عايزه تيست عمليه تيست تلقائيه هو بيعملها اعدادات الصوت تعال نخش على اعدادات الصوت يا صديقي نخش على بيزك هنا بقى جايب لك اهوت الدولبي فيجن طبعا الصوت المحيط السراوند اللي كل الشاشات بتدعمه وطبعا من يضع هذا الريسيفر على منظومه سيليما يعني انت تريد ان تنشئ سيليما في بيتك او مثلا في قاعه كبيره فدائما اعدادات الصوت المتقدمه مش موجوده الا في الكمبيوتر وكروت الشاشه اللي بتدعم ذلك وكروت الصوت اللي بتدعم ذلك وموجوده في اجهزه الانيجما فبالتالي لما تيجي تضع ريسيفر عادي على منظومه على على شاشه سينما ما ينفعش. ما ينفعش خالص فده ينفع على شاشه السينما لان في اعدادات متقدمه للصوت الصوت بقى بتقدر تظبطه وده بيرجع لفنيين الصوت ومهندسين الصوت عشان كده اقول لك ده مهندس صوت لان لها ابعاد ولها حسابات فيقدر يقول لك ايه؟ احنا عايزين نوطي الصوت شويه نعلي الصوت شويه في هذه المنطقه عشان الصوت بيصل تردده هنا بيعمل ارتداد غلط من هنا دي بقى حاجه خاصه بالجماعه بتوع الصوتيات وان شاء الله لما نيجي ننشئ الاستوديو بتاعنا نشوف خبير صوتيات يظبط لنا الصوت هنا 3 دي سراوند انا ما بفهمش في الصوتيات كثيرا يعني, يعني فتقدر بقى تشوف الموضوع ده انك تشوفه وهنا انك تعمل انيبل بلوتوز اوديو انك انك ترسل الصوت عن طريق البلوتوز الى السماعه الخاصه بك او الصب دي برده من النقاط المهمه جدا قبل ان نذهب الى الساد فينوس بامكانك الذهاب الى اليوتيوب واليوتيوب هنا احترافي مثله مثل اليوتيوب الخاص بالاندرويد والكمبيوتر والشاشات السمارت والاندرويد تقدر تضغط هنا على ستارت باللون الاخضر هيفتح معاك اليوتيوب بهذا الشكل الرائع السريع جدا تقدر تحط الإيميل الخاص بك وتتصفح كل فيديوهات اليوتيوب بمنتهى السهولة والبساطة والأمور يا صديقي مع هذا اليوتيوب سلاسة وروعة وسرعة كبيرة جدا لو دخلنا إلى الساد فيونس اللي أنا سطبتها على الجهاز هذا البلاغن الرائع نقدر نخش عليه نضغط أوكي حياتي مجموعة من الأشياء كل بلاجن يا سادة يحتاج شرح للاسف يعني كل بلاجن من البلاجنات تحتاج ازاي انت بتستخدمه وايه فايدته فتجد هنا في اللاجن سات فينوس هذا فيه العديد من الايقونات او العديد من التقسيمات ما يهمنا في هذه الحاله بامكانك الدخول الى سات فينوس أديد اونز تقدر من تقدر من هنا مثلا انك تحمل سيرفرات الاي بي تي في لودر تحملها وبيجلب لك سيرفرات مجانيه اي بي تي في لا يعتمد عليها طبعا بامكانك انك تشترك في سيرفر اي بي تي في مدفوع افضل زي سيرفر اكس اللي احنا شرحناه في القناه ولكن هنا ايضا يتيح لك هذه الخاصيه بجلب السيرفرات المجانيه هنا ايضا في هذا البلاجن يوفر لك خاصية انك تقدر تحمل الصور بشكل مباشر صور الفو بلاس والدريم مالتي ميديا والجيجا بلو وغيرها من الاجهزة الخاصة بالانيجما اذا دخلنا الى اذر اذر هذه مهمة في السات فينوس ستجد هنا بلجنز وبانلز والاي سيتنج والبايكون والبايكون ده الشعارات انك تقدر تعمل شعارات للقنوات هنرحل نوديها لحضراتكم والسكينات لو دخلنا على السكنات في العديد من السكنات لو دخلنا على سكنات الاوبن اي تي في اللي احنا بنستخدمها الان نقدر نخش عليها في العديد من السكنات يا صديقي اللي بامكانك تحملها طبعا احنا على سكن الماتريكس فانت بقى بتقعد تجرب بقى وتحذف وتشوف السكن ده عجبك ما عجبكش مش مريح عينيك الالوان مش عجباك ده بقى بتضغط على السكن كده وهو بيبدا يسطب تمام لكن احنا مش عايزين نغير السكن عشان ما تهوش مننا احنا على السكنات الافتراضيه وطبعا دي صور اخرى اهيت الاوبن بي ال اي والاوبن في اي اكس والفي تي اي والبلاك هول الشهيره اول واحده دي كلها صور سوفت وير غير هذا السوفت وير الذي نستخدمه البايكونات في عدد من البايكونات الشهيره اللي بامكانك ان تحملها ايضا ولكن البايكونات في اخوه بينشروا في المنتديات وفي في جروبات الفيسبوك وفي جروب الانيجما بايكو بايكونات جميله جدا فبامكانك انك تحمل اي بايكون من هذه البايكونات افضل لو دخلنا الى بلجن سنجد العديد من الايقونات مالتي بوت ما يهمنا هي ايقونه المالتي ميديا المالتي ميديا هذه بداخلها الكثير من الاضافات والتحديثات. اي بي تي في ارشيف، اي بي تي في مانجر، اي بي تي في رومود، اي بي تي في ابديتر، كلها حاجات والله العظيم كل حاجه محتاجه فيديو. انا مش ع... انا ببسط لكم على قد ما اقدر يعني. الترجمه الاحترافيه يا سن. اجهزه اللي هي الاجهزه رقم واحد في العالم في موضوع الترجمه الاحترافيه، نظرا للمعالج المستخدم الاي ار ام ونظرا ايضا للسوفت وير اللي هو سوفت وير الانيجما اللي بيقدر من خلاله يجلب الترجمه بشكل احترافي بمنتهى السهوله والبساطه فانصحك اذا كنت من عشاق مشاهده الباقات الاجنبيه واضافه الترجمه فهذا يعتبر الخيار الاول في موضوع الترجمه تحديدا فبامكانك ان تنزل بلاجن الترجمه وانك تختار الترجمه الخاصه بيك من خلال الاي بي جي اللي بيجيب لك اسم الفيلم الخاص بيه باسم الفيلم وهو تلقائي بيجلب الترجمه من نسخ متعدده زي سابسين وغيرها من المواقع اللي بتترجم الترجمه او لها ملفات ترجمه فتقدر يا صديقي انك تدمج الترجمه بمنتهى السهوله والبساطه وتغير لون الترجمه وتغير الخط وتقدر تعمل خط مايل خط كبير خط رفيع وتقدر تعمل الاعدادات الاعدادات الجزئيه ديت اللي متخصصه بيها الانجما فالترجمه طبعا نقطه مفروغه منها بالنسبه لمن يريد ان يترجم على الاقمار الاوروبي واثر 19 الهيسباسات وغيرها من الاقمار الرائعه فبإمكانك أن تشاهد العديد من الأفلام عبر أنظمة الشيرينغ وتقدر تحط معاها الترجمة بمنتهى السهولة والبساطة بترجمة احترافية موثوقة. واحد يقول لي يا عم إبراهيم أنا صدعت إيه يا عم ده كله يا عم كل ده في قلب الجهاز يا عم ده احنا لسه ده في حاجات على الكمبيوتر في برامج بنربط بيها الجهاز بالكمبيوتر زي برنامج دي سي سي عشان ترسل اوامر او ترسل سكنات او ترسل بلاجينات او ترسل ملفات قنوات وبرنامج الدريم اديت وبرنامج الوين سي بي وغيرها من البرامج اللي بتستخدم في التحكم في الإنجما، فيا صديقي لابد أن تكون محب للتكنولوجيا ومحب لكل ما هو جديد، لكن أن تتخيل يا صديقي هناك الملايين من المحاسبين في العالم، هناك الملايين من الدكاترة في العالم، هناك الملايين من السباكين وعمال وغيرهم من الأشياء، ولكن نحن في عصر تحكم الآلة، ليس الآن من يجيد اللغات، يعني اللي يجيد اللغات اوكي، لكن من يجيد لغة الآلة، من يفهم هذه الآلة، لذلك الكثير من البشر يحاولون فهم لغة الآلة، ولكن يفشلون أغلبهم والقليل القليل الذي ينجح في أن يفهم لغة الآلة ويتعامل معها، لا أقصد نظام الإنيجما فقط نظام من نظام صفوه وهو من الانظمه النادره الانظمه النادره او الانظمه المحدوده في العالم هي انظمه التحكم تسمى كده انظمه التحكم سيرفرات التحكم سيرفرات التحكم هي من تتحكم في جوجل هي من تتحكم في الموبايل الذي بين يديك هي من تتحكم في سيستم البنك هي من تتحكم في كل شيء لكن تتخيل هناك رجل يعمل في بنك وطول النهار عمال يضرب على الكيبورد عشان يفتح حساب لعمك محمد اللي عايز يقبض المعاش ولكن تتخيل ان هناك مبرمج جالس عن بعد وفي بيته وعلى اللابتوب الخاص به وهو يفهم هذا السيستم ويراقبه هذا المبرمج البنك يدفع له ملايين الدولارات ملايين الدولارات من اجل ماذا؟ من اجل ان هو فقط يفهم لغه الاله هذه ويقدر يتعامل ويحل مشاكل السيرفر هذا، لكن تتخيل يا صديقي اذا كنت تريد ان تصبح غني عايز تبقى غني اشتغل أي حاجة، اشتغل محاسب، اشتغل اشتغل سمكاري، اشتغل سباك أي حاجة، إذا كنت تريد أن تصبح ثري اشتغل مبرمج. وللأسف الشديد يا سادة البرمجة منها جزء يخضع للموهبة والشغف ومنها جزء علمي، إذا ذهبت إلى أحد كليات الحاسوب أراهنك. اغلب الطلبه الجالسون لا يستطيعون تصطيب ويندوز او لا يستطيعون التعامل مع هذا النظام، اذا اتيت بدكتور الماده واستاذ الكليه لن يستطيع التعامل مع هذه الاجهزه. وهو دارس، لكن البرمجه ليست كعلم فقط هي تعتمد عليك انت، انت الذي تكتشف ادواتك واسلوبك. ولك ان تتخيل يا صديقي الهند الاقتصاد رقم ثلاثه، الدخل رقم ثلاثه للهند المبرمجين. يعني اقتصاد البلد رقم ثلاثة فيه المبرمجين لكن تتخيل أنا نحن لدينا سيرفرات اي بي تي في كثيرة في الوطن العربي أتعلم كم شخص من 480 أو 500 مليون عربي يجودون التعامل مع سيرفرات الاي بي تي في ويبرمجوها من الصفر ثلاث أو أربع أشخاص من 400 مليون عربي فأتمنى أنك تنظر بعين الحاضر والمستقبل إذا كنت تريد أن تصبح أنت المتحكم في الآلة التي تتحكم في باقي البشر. فتعلم التكنولوجيا جيدا واتمنى ما اكونش كنت ضيف ثقيل في هذا الفيديو. اذا كنت تفكر في شراء احد هذه الاجهزه فلا ينصح انك في اي دول من الدول العربيه انك تطلبه عبر امازون لان هيفرض عليك جمارك عاليه. طب ايه العمل يا عم ابراهيم؟ لو لديك صديق في اوروبا قادم يستطيع ان ياتي اليك بالجهاز لحد عندك. كاستخدام شخصي، لو لديك صديق في الإمارات، لأن لديهم فرع رئيسي في الإمارات، يأتي إليك بالجهاز لحد عندك. هذا الجهاز إذا وجدته يباع في مصر، ستجد أنه مبالغ في سعره أكثر من 3 أو أربعة ألاف جنيه، فرق 3 أو أربعة ألاف جنيه، فأنت أولى بهذا الفرق. لا تطلب الجهاز من أمازون، إذا طلبته من أمازون، ترسله على عنوان في أوروبا، ترسله أو تأتي به من الإمارات، ترسله على عنوان في اوروبا وصديقك اللي جاي يجيبه معاه في هذه الحاله هيصبح استخدام شخصي بس صديقك ما يجيبش ثلاث اربع اجهزه هو جهاز واحد فقط عشان يبقى استخدام شخصي بسيط. اذا كنت وصلت الى هذه النقطه من هذا الفيديو فضع اللايك واكتب لنا رقم واحد تحت في التعليقات عشان اشوفك من الناس الابطال اللي وصلوا لهذه النقطه. قناتنا هذه ليست متخصصه في عالم الانجما لذلك لن تجد هنا شروحات كثيره لعالم الانجما فانصحكم بقناه المهندس ده مهندس على حق يعني مهندس في الحقيقه بس هو راجل عاشق للانيجما منذ 15 عام وهو الاستاذ محمد الديب الباش مهندس تقدر تذهب الى القناه بتاعته تكتب محمد الديب أو الجيل الثالث محمد الديب وهسيب وهسيب لك لينك القناة بتاعت محمد الديب في وصف الفيديو في أول تعليق تقدر تنضم إليه هتجد الراجل عامل مجهود خرافي في عالم الإنجما وفي جروب إنجما خاص بيه عامله على الفيسبوك تقدروا تنضموا في جروب الإنجما وتشتركوا في قناة محمد الديب هيساعدك كتير جدا لفهم كثير من الأشياء اللي أنت تجهلها في هذا العالم أنا شخصيا اتعلمت من القناة بتاعته كان معكم إبراهيم سعيد في هذا الفيديو الاستثنائي إلى اللقاء